تنتظرنا ورشة كبيرة نقوم بصفة جماعية مع السادة أعضاء اللجنة المركزية وكل إطارات الحزب بالعمل على إعادة الحزب من جديد، لأنه هو القوة السياسية الأولى في البلاد، يجب أن يلعب دوره، وكذا في إطار العهد الجديد بانتخاب سيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. نطمح إلى أن نتخلى عن مفهوم أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة، كنا أحزاب سياسية نسعى إلى الوصول إلى السلطة وفق برامج معينة، برامج انتخابية نسعى الذهاب إلى الشعب لمنح الثقة لأي من الأحزاب. فنتمنى أن يكون هناك عهد جديد، وأنا أمد يدي إلى كل إخواني في الساحة السياسية رؤساء الأحزاب والأمناء العامون للعمل سويا للدفاع على الدولة ومؤسساتها. الدولة ومؤسساتها جبهة التحرير لا تشعر بالحرج من هذا الأمر، لأن جبهة التحرير الوطني عندما غابت الجزائر في سبات عميق مدة 132 سنة من الاستعمار، جاء كان القدر بأن جبهة التحرير الوطني هي قادة كفاح الشعب الجزائري لتحقيق النصر بأكبر ثورة في التاريخ المعاصر، وهي التي بنت المؤسسات الدولة. إذا لا نجد أي حرج في الدفاع عن مؤسسة رئاسة الجمهورية، في الدفاع عن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، في الدفاع عن مؤسسة الأمنية وكل المؤسسات التي بناها الشعب الجزائري، لأنها هي ملك للشعب الجزائري، وعلينا كأحزاب الدفاع عن هذه المؤسسات بدل محاولة تهديمها.